مصر حاضرة في مونديال قطر، ليس بمحمد صلاح والمنتخب المصري بطبيعة الحال، بل بحسن شاكوش مؤدي المهرجانات الشعبية الشهير، الذي كشف مؤخراً عن مشاركته في الفعاليات الفنية بالعرس الرياضي العالمي الذي سيبدأ بعد أيام. النجم المصري الشعبي فرح بالمشاركة ولا يأبه بالأصوات المعارضة له أو لنوع أغنياته التي ربما يجدها البعض غير مناسبة لتمثيل مصر، لكنه ربما يستقوي بالفيفا الذي أعلن عن كون ما يقدمه شاكوش يمثل جزءاً كبيراً من الحياة في العالم العربي. جمع كبير من المصريين على عدم حضور المنتخب المصري في كأس العالم، ولكن بعضهم يفرح بحضور فن جديد أصبح كما يرون جزءاً من الهوية التعريفية بهم خارج بلادهم، ويرون أيضاً أنه لا يمكن اليوم إنكار أن المهرجانات رغم كل الانتقادات الموجهة إليها صارت أداة للتعبير المصري البسط. على رأي المثل، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، ولعل الاختلاف في الذوق العام يجعل من المهرجانات التي يبغضها البعض الآخر فناً حاضراً في أكبر تجمع رياضي عالمي سيرقص عليها الكثيرون، وربما سيتعرفون على شاكوش وما يؤديه للمرة الأولى. لصباح العربية، ندى حجازي، القاهرة.